انا عامل الفيديو ده للسيدات اللي بتعاني من الاورام الليفيه وقلقانه من فتح البطن. طلع ان شيل الاورام الليفيه عن طريق المنظار بصراحه ده حاجه حديثه جدا وحاجه كويسه، بس في سؤال جالي كتير قوي بيقولوا هو كل الاورام اللي فيه هل ممكن تتشال من المنظار مهما كان حجمها؟ ايوه، بطمن اي سيده ان ممكن الورم اللي فيه ان شاء الله يكون مالي بطنها، ممكن يتشال عن طريق المنظار بدون فتح بطن خالص والحفاظ على الرحم. ولسه عاملين عيانه كان الرحم واصل لغايه هنا بالورم الليفي، والعيانه ما كانتش قادره تاخد نفسها منه، والحمد لله قدرنا نطلعه بالمنظار بدون فتح. فواحده هتقولي طب انا ليه اعمل شيل الورم الليفي بالمنظار مش فتح بطن؟ اولا في مميزات جميله جدا لشيل الورم الليفي بالمنظار. اول ميزه بنحافظ على الرحم لان احنا بنشتغل بتقنيه عاليه وكاميرا كويسه جدا. الحاجه الثانيه بنقلل الالتصاقات. الحاجه الثالثه ممكن ترجع لشغلها بسرعه وتمارس حياتها اسرع. الحاجه الرابعه بيحافظ على الخصوبه في الانسات بالذات، فعشان كده انا بطمن اي سيده. طب ايه الورم الليفي الوحيد اللي ما ينفعش يتعمل بالمنظار؟ اذا كان حجمه كبير قوي وموجود في الجدار المبطل للرحم، يعني جوه الرحم من جوه، بس اي ورم من بره او في الجدار احنا بنعرف نشيله بالمنظار.